بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب الفرقة الأولى بكلية التجارة جامعة كفر الشيخ، اليوم إن شاء الله المحاضرة رقم 2 بتاريخ 7/4/2021 في مادة مبادئ محاسبة التكاليف 1. معاكم الدكتور شوقي السيد فودي. احنا في المحاضرة السابقة يوم الأربعاء الماضي بدأنا في الفصل الأول بعنوان مدخل إلى محاسبة التكاليف الفعلية، وتناولنا في هذا الفصل كثيرا من الأهداف التعليمية لهذا الفصل. نمرة 1، تكلمنا عن نشأة وتطور محاسبة التكاليف الفعلية، ثم تناولنا النقطة الثانية علاقة محاسبة التكاليف بالأطراف المالية بالمنشأة. النقطة الثالثة تناولنا تعريف أو مفهوم محاسبة التكاليف الفعلية، وتناولنا في هذا التعريف تعريف كلاسيكي أو تقليدي، وقلنا هي عبارة عن فرع من فروع العلوم الاجتماعية اللي نبع منها علم الأكاونت، علم المحاسبة. ثم تناولنا التعريف الحديث اللي هو قلنا هي نظام محاسبي فرعي من النظام المحاسبي الشامل التوتال اكاونت سيستم، الذي يعتمد على البيانات المحاسبية الإدارية كمدخلات النظام، يتم لها عملية المعالجة اللي هي البروسيس لكي نصل إلى مخرجات النظام في شكل معلومات محاسبية بتخدم عملية اتخاذ القرار الإداري في الوحدة المحاسبية أو الوحدة الاقتصادية. ثم انتقلنا إلى النقطة رقم 4 ودي مهمة، قلنا محاسبة التكاليف كنظام معلومات محاسبي فرعي اللي احنا قلنا عليها سب سيستم اكاونت انفورميشن، كان نظام محاسبي فرعي. ثم اتنقلنا الى النقطة رقم 5 ممثلة في اهداف محاسبة التكاليف الفعلية، وركزنا في أهداف محاسبة التكاليف الفعلية على أن أول هدف هو تحديد تكلفة وحدة المنتج النهائي. ثاني نقطة الرقابة على عناصر التكاليف سواء كانت مواد خام أو أجور عنصر العمل أو المصروفات أو الخدمات. ثم قلنا عملية القيام بعملية التسعير، تحديد السياسة السعرية يعني بتحدد سعر البيع للمنتج. بعد ما حددنا عناصر التكاليف لابد أحدد السيلينج برايس اللي هو سعر بيع وحدة المنتج النهائي. قلنا أنها تستخدم في رسم الخطط والسياسات المستقبلية، قلنا كمان ان هي بتستخدم في اعداد التقارير الدوريه للوحده المحاسبيه او الاقتصاديه. ثم اتنقلنا الى وظائف المحاسبه الاداريه، قلنا اول وظيفه جمع البيانات، ثاني وظيفه تسجيل البيانات الاداريه ذات الطابع المحاسبي. بعد كده بعد عمليه الجمع والتسجيل قلنا عمليه تبويب وترخيص البيانات. ثم تناولنا أيضا الإدارة الاستراتيجية للتكلفة، أيضا تناولنا أن من ضمن وظائفها
رسم الخطط والسياسات المستقبلية في الوحدة الاقتصادية. ثم انتقلنا إلى التأصيل المحاسبي لمفهوم الكوست، مفهوم التكلفة. قلنا التكلفة هي كمية الموارد المضحى بها أو كمية الموارد المستنفذة من قبل المنشأة اللي هي الوحدة المحاسبية والوحدة الاقتصادية، ويمكن قياسها نقدا مقابل الحصول على سلعة أو خدمة أو منفعة أو منتج. ثم انتقلنا إلى تعريف المصروف، وقلنا المصروف هو كمية الموارد المستنفذة والتي يمكن قياسها نقدا دون الحصول على سلعة أو خدمة أو منفعة أو منتج. ثم انتقلنا إلى تعريف الخسارة، قلنا الخسارة هي عبارة عن مصروف مفاجئ قد يحدث وقد لا يحدث. بعد كده اتنقلنا إلى تعريف الأصل، وإحنا خدنا الأصول الثابتة الفيكسد أسيد والكارنت أسيد في المحاسبة المالية في الترم الأول. قلنا الأصل هو عبارة عن قيمة الاستخدامات، قيمة ما تقتنيه المنشأة ليس بغرض البيع ولكن لغرض المساهمة في العملية الإنتاجية، هي قيمة الموجودات، قيمة الموجودات التي تستخدمها المنشأة في القيام بالعملية الإنتاجية وليس بغرض البيع أو ليس بغرض الشراء. عرفنا أيضا الفرق بين التكاليف المستنفذة والتكاليف الغير المستنفذة، وقلنا التكاليف المستنفذة إما مصروف أو خسارة وتحمل في نهاية السنة إلى قائمة الدخل اللي هي قائمة الأرباح والخسائر، وقلنا التكاليف الغير المستنفذة إما المخزون السلعي اللي هو الإنفنتوري أو تكلفة البضاعة المباعة وتحمل على قائمة المركز المالي البالانس شيت. ثم اتنقلنا إلى نقطة بعد كده اللي احنا هنبدأ نشتغلها مع بعض، وهي العلاقة بين النظم المحاسبية الثلاثة، والنقطة دي مهمة. العلاقة بين النظم المحاسبية الثلاثة، العلاقة بين النظم المحاسبية الثلاثة اللي هو بين قوسين بنقول عليه النظام المحاسبي المالي والنظام المحاسبي التكاليفي، وبعد كده قلنا النظام المحاسبي الإداري. النظام عاوزين نجيب الانتجريشن ديجري، درجة التكامل أو العلاقة بين النظم المحاسبية الثلاثة اللي احنا قلنا النظام المحاسبي المالي اللي قلنا FAS، النظام المحاسبي التكاليفي اللي احنا قلنا CAS، النظام المحاسبي الإداري قلنا MAS. عاوزين نجيب علاقة بين النظم الثلاثة اللي هي FAS والCAS والMAS، والنقطة دي مهمة اللي هي نقدر نقول عليها بمعنى تاني درجة التكامل بين النظم المحاسبية الثلاثة اللي احنا بنقول عليها Integration Integration degree درجة التكامل بين النظم المحاسبية الثلاثة اللي هو المالي والتكاليفي والإداري. عاوزين نشوف هذه، لابد يبقى في عندنا رسمة أو شكل بياني للوضع اللي احنا نشوفه مع بعض. يبقى عندنا مثلث، المثلث دي القاعدة بتاعته بنقول عليه النظام المحاسبي التكاليفي، النظام المحاسبي التكاليفي اللي هو بنقول عليه CAS، ونديله رقم 2
الجزء الثاني اللي هو النظام المحاسبي المالي اللي هو بنقول عليه اف اي اس ونديله نمره واحد. نمره ثلاثه اللي هو بنقول عليه النظام المحاسبي الاداري اللي هو الام اي اس. الام اي اس اذا بنقول على الشكل ده اهو بيبين لي درجه التكامل، درجه التكامل بين النظم المحاسبيه الثلاث اللي هو الاف اي اس والام اي اس والسي اي اس. يبقى الاف اي اس والسي اي اس والام اي اس يبقى عاوزين نبين انتجريشن ديجري. يبقى لما نيجي نثبت الكلام ده رياضيا بنقول له يلاحظ على الشكل السابق، على الشكل السابق ما يلي. بلاحظ ايه على الشكل السابق ما يلي؟ نمره واحد او نخليها الف، هناك علاقه مباشره بين اللي هو النظام المحاسبي المالي اللي هو ايه؟ اللي هو الاف اي اس، الاف اي اس والنظام المحاسبي التكاليفي. والنظام المحاسبي التكاليفي اللي هو بنقول عليه السي اي اس. جميل. عندي النظام المحاسبي المالي اللي هو نمره واحد، والنظام المحاسبي التكاليفي اللي هو نمره اثنين. يبقى اذا انا عندي علاقه بين واحد نوع علاقه باثنين. طيب النقطة اللي هي الثانية به، هناك علاقة مباشرة بين النظام المحاسبي التكاليفي، بين النظام المحاسبي التكاليفي اللي هو السي اي اس، السي اي اس والنظام المحاسبي الإداري اللي هو الام اي اس. طيب نظام المحاسبة التكاليفي اللي هو بياخد اثنين، والنظام المحاسبي الإداري بياخد نمرة ثلاثة. يبقى إذا هنقول له إذا هناك علاقة، إذا في علاقة مباشرة بين اثنين وثلاثة، بين اثنين وثلاثة. يبقى أنا في النقطة الأولانية قلت علاقة بين واحد واثنين، وهناك علاقة بين اثنين وثلاثة، إذا العامل المشترك، إذا بقول له إذا العامل المشترك هو اللي هو السي اي اس اللي هو بنقول عليه النظام المحاسبي، النظام المحاسبي التكاليفي. دي العامل المشترك. إذا باستنتاج هستنتج إيه؟ هناك نقطتين، هناك علاقة مباشرة بين واحد وثلاثة، بين واحد وثلاثة. يعني ايه لما نيجي نترجمها؟ اذا هنقول هناك علاقة، هناك علاقة مباشرة بين الاف اي اس اللي هو النظام المحاسبي المالي والنظام المحاسبي الاداري اللي هو الام اي اس. يبقى هناك علاقة. دي الاستنتاج او اللي احنا وصلنا له، أن هناك علاقة مباشرة بين النظام المحاسبي المالي والنظام المحاسبي الإداري. ليه؟ عشان جبنا علاقة بين النظام المحاسبي المالي والنظام المحاسبي التكاليفي اللي هو واحد واثنين، هناك علاقة مباشرة. إزاي العلاقة المباشرة دي؟ عندي الهدف بتاع النظام المحاسبي المالي بيديني حاجتين اثنين، بيديني التوتال، التوتال كوست، بيديني التكاليف الكلية بقسمها على التوتال، التوتال برودكشن اللي هو بنقول عليه الإنتاج الكلي أو على اليونتس. بيديني إيه؟ بيديني متوسط الأفريج يونت، الأفريج يونت كوست اللي هو بنقول عليه متوسط تكلفة، متوسط تكلفة الوحدة. إذا متوسط تكلفة الوحدة لما نيجي نكتبها مع بعض
يبقى متوسط تكلفة الوحدة، ممكن افرج متوسط تكلفة الوحدة بيساوي ايه؟ بيساوي اللي هو اجمالي التكاليف الكلية، سواء كانت تكاليف ثابتة او متغيرة، على اجمالي الانتاج الكلي. يديني افرج يونت كوست اللي هو متوسط تكلفة الوحدة الواحد. ودي نقطة مهمة ممكن نتعرض لها في الامتحان. طب لما نيجي نعرف النظام المحاسبي المالي، نظام المحاسبي المالي عبارة عن سب سيستم، نظام محاسبي فرعي من النظام، يبقى هو نظام محاسبي فرعي من ايه؟ من النظام المحاسبي الشامل اللي بيعتمد على ايه؟ بياناته بتبقى بيانات مالية، بعتبر بعمل لها عملية بروسيس او عملية معالجة، بعد كده بيديني معلومات إدارية بتخدم الإدارة العليا وبتساعد في ترشيد القرارات الإدارية في الوحدة الاقتصادية أو في المنشأة. يبقى إذا النتاج بتاعه بيديني التوتال كوست والتوتال برودكشن، لو قسمتهم على بعض يبقى يديني الهدف الرئيسي للنظام المحاسبي الفرعي للنظام المحاسبي التكاليف. لما نيجي نعرف النظام المحاسبي التكاليف برضك بنقول هو عبارة عن نظام محاسبي فرعي سب سيستم من ايه؟ من النظام المحاسبي الشامل التوتال اكاونت سيستم. بيعتمد على ايه؟ على ادخال البيانات التكاليفيه، وبيعمل لها عمليه بروسيس، وبعد ما اعمل لها عمليه بروسيس بوصل لحاجه اسمها مخرجات النظام، بتبقى في شكل ايه؟ في شكل معلومات محاسبيه تساعد على عمليه صنع واتخاذ القرارات الاداريه في الوحدة المحاسبية. جميل. يبقى أنا بوصل من النظام المحاسبي التكاليف إلى متوسط تكلفة الوحدة اللي هو بنقول التوتال كوست على يونتس أو على عدد الوحدات المنتجة، بيديني تكلفة الوحدة الواحدة. بعد كده بيبقى عندي في نظام محاسبي إداري. النظام المحاسبي الإداري هو عبارة عن سب سيستم أيضا من النظام المحاسبي الشامل اللي هو ايه؟ بيعتمد على ادخال البيانات الاداريه المحاسبيه الاداريه، بيعمل لها عمليه بروسيس، بعد ما اعمل لها عمليه بروسيس بيديني اوت بوت سيستم اللي هي مخرجات النظام في شكل معلومات اداريه بتخدم الاداره في اتخاذ وصنع القرارات الاداريه وترشيدها وحل كثير من المشاكل في الوحده الاقتصاديه او المنشاه. اذا هنا يبقى بنقول عليها درجة التكامل بين النظم المحاسبية الثلاثة. برضك عندنا ما يمنعش انني عندي رسمة اخرى، هذه الرسمة الاخرى انا اقدر اعملها او اقدر احطها في الشكل اللي هو نقدر نعملها، اللي هي بتبقى في شكل تاني اللي هو لما نيجي نشوف الجزء اللي بعد كده. بتبقى عندي في شكل دوائر، شكل تاني بيدل على عملية التكامل. انا عندي الشكل الاولاني كده، وادي الشكل التاني بالشكل ده، بنقول على الدائرة الاولانية اللي هي عبارة عن الـ FAS، ودي السي اي اس، ودي الام اي اس، دي اللي هي واحد، دي النظام المحاسبي التكاليفي اثنين، النظام المحاسبي الاداري ثلاثه، يبقى دي الاداري ودي التكاليفي ودي اللي هو المالي. في علاقه مشتركه بين النظام المحاسبي المالي والنظام المحاسبي الاداري، في علاقه مشتركه بيناتهم اللي هو بيديني اللي هو النظام المحاسبي التكاليفي اللي احنا بنسميه اللي هو عباره عن الداتا بيز. والداتا بيز بيقول عليها قاعده بيانات، دي قاعده البيانات. يبقى اذا ممكن اقول لك عن النظام المحاسبي التكاليفي بيمثل ايه في الامتحان؟ بيمثل قاعدة بيانات، دي مهمة. إذا النظام المحاسبي التكاليفي بيمثل بين النظام المحاسبي المالي والنظام المحاسبي الإداري،
بيمثل ايه؟ بيمثل داتابيز اللي هي قاعده بيانات اللي هي بخزن فيها ايه المعلومات بعد ما حولتها من بيانات محاسبيه الى شكل معلومات. وانا مانيش اقدر استخدم هذه المعلومات في الوقت الحالي في البريزنت، بخزنها في قاعده اسمها قاعده البيانات. وقاعده البيانات عباره عن وعاء. قاعده البيانات عباره عن ايه؟ عباره عن وعاء بيحتوي على ملفات. الملفات تحتوي على سجلات، السجلات تحتوي على حقول، الحقول تحتوي على كلمات ثم حروف ثم رموز او حروف ايه في النهايه تديني دي اسمها قاعده البيانات. بعد كده لما نيجي نشوف دي درجه التكامل بين النظم المحاسبيه الثلاث اللي هو الاف اس والسي اس والام اس. بعد كده عاوزين نعرف النقطه اللي بعد كده بنقول ايه، دي نقطه مهمه، ما هي، نحطها في شكل السؤال، ما هي المقومات الرئيسيه لنظام التكاليف في الشركات الصناعيه؟ ما هي المقومات الرئيسيه للمشروعات الصناعيه في الشركات الصناعيه؟ يعني بمعنى كيف يمكن لمحاسب التكاليف من تحديد نظام تكاليفي في الشركات الصناعيه؟ في الشركات الصناعيه يبقى اول حاجه عندي نوع من العناصر او نوع من المقومات. اول حاجه بنقول عليها نمره واحد اللي هي بنقول تحديد وحده التكلفه، تحديد وحده التكلفه. بعدين نمره اثنين بنقول تحديد عناصر التكاليف، تحديد عناصر التكاليف. نمره ثلاثه بنقول تحديد الفترة التكاليفية، تحديد الفترة التكاليفية. نمرة أربعة بنقول تحديد مراكز التكاليف، تحديد مراكز التكاليف. نيجي نشرح اللي هي مقومات النظام التكاليفي في المشروعات الصناعية أو في الشركات الصناعية. هنيجي ناخد أول نقطة اللي هي ايه؟ اللي هي تحديد وحده التكلفه. هيجي لك سؤال يقول لك ماذا يقصد بوحده التكلفه؟ ايه المقصود بوحده التكلفه؟ وحده التكلفه قد تكون سياره او قد يكون غساله بوتاجاز، يعني تبقى في شكل سلعه او خدمه او منفعه. يبقى اذا يجب ان يتوافر في وحده التكلفه ثلاث اربع عناصر. اول حاجه ان هي بتبقى في شكل منتج نهائي نسبه اتمامه 100%، في شكل خدمه، في شكل سلعه، ادي واحده. ثاني حاجه ان وحده المنتج النهائي بيكون لها قيمه اقتصاديه او منفعه اقتصاديه. رابع حاجه او ثالث حاجه انها وحده التكلفه تقاس بوحده النقود. اذا وحده النقود هي وحده القياس في محاسبة التكاليف لأي منتج. كمان إن هي وحدة التكلفة يجب أن تتصف بصفة الثبات والتجانس. يبقى أربعة دول اللي هم العناصر الأساسية اللي بينبني عليها وحدة التكلفة. بعد كده لما نيجي نشوف النقطة اللي هي الثانية اللي هي بنقول عليها تحديد فترة التكاليف، أو قبل كده بنقول تحديد عناصر التكاليف. عناصر التكاليف، عناصر التكاليف عند ثلاثة. أول حاجة اللي هي إيه؟ اللي هي عنصر المواد الخام، عنصر المواد الخام. بعد كده عنصر اللي هو الرو ماتيريالز، عنصر العمل الإنساني. نمرة ثلاثة عنصر الخدمات أو المصروفات، عنصر الخدمات أو المصروفات. يبقى عناصر التكلفة، إذا الكوست بتساوي ثلاث حاجات، عنصر المواد الخام، ثاني حاجة عنصر العمل الإنساني أو الآلي اللي هو عنصر الأجور، عنصر الخدمات أو المصروفات. دول الثلاث عناصر اللي هو بتتضمنهم الكوست أو التكلفة. بعد كده لما بنيجي نقول تحديد الفترة التكاليفية، طبعا في المحاسبة المالية خدنا
ان احنا بنعد الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي اللي هي البالانس شيت في نهاية السنة المالية. لا، فترة التكاليف بتكون اقل من سنة، يبقى فترة التكاليف قد تكون شهر او قد تكون شهرين او قد تكون ربع سنة او قد تكون تلت سنة، اذا بتبقى اقل من سنة كاملة اللي هي فترة التكاليف. نمرة 4 من ضمن مقومات بتاع نظام التكاليف في المشروعات الصناعية، بنقول اول حاجة او النقطة الرابعة تحديد مراكز ايه؟ تحديد مراكز التكلفة. عندي مراكز نوعين اثنين، مراكز الانتاج ومراكز خدمات الانتاج. مراكز الانتاج نضرب لها امثلة، هي عبارة عن وحدات بتستخدم في خلق سلعة او منتج او منفعة. شكل ايه؟ شكل لو ضربنا مثال لشركات الغزل والنسيج، يبقى هو مراكز الانتاج اول حاجة ايه؟ اللي هو مركز الحالب ومركز الغزل ومركز النسيج ومركز الصباغة ومركز التشطيب، دي كلها مراكز انتاجية بتحول الرو ماتيريالز او المادة الخام الى منتج نهائي او في شكل سلعة او خدمة او في شكل منفعة. لكن مراكز خدمات الانتاج اللي هي في شركة الغزل والنسيج اللي هو مركز النقل، الباصات والاتوبيسات اللي بتنقل العمال بنقول عليه مركز النقل، مركز التخزين بنخزن المواد ايه؟ الانفنتوري المخزون والمواد الخام، يبقى مركز المبالغ اللي هو السيلينج او المبالغ اللي بتحط الالات والعماله، مركز الصيانه، مركز القوى المحركه، دي كلها مراكز بنقول عليها مراكز خدمات الانتاج، ان هي مكمله لمراكز الانتاج في خلق هذه السلعة أو هذه الخدمة. بعد كده نيجي نشوف النقطة اللي بعد دي، بنقول إيه الفرق بين المحاسبة المالية والفرق بين محاسبة التكاليف. وأنا يمكن دي ادتهولكم سؤال نحله في كراسة التطبيقات، موجود الإجابة بتاعته عندنا في صفحة 32 اللي هو بيبين لي. يعني لما نيجي نعمل مقارنة سريعة نقول ان المحاسبة المالية بتعتمد على البيانات المالية فقط، المال التكاليف بيانات مالية وغير مالية. طيب فترة التكاليف فترة بتبقى فترة 3 شهور 6 شهور شهر شهرين، يعني اقل من سنة. فترة المالية بتبقى سنة مالية كاملة 12 شهرا. بيانات التكاليف بتبقى بيانات تتعلق بالحاضر والمستقبل، بيانات المحاسبة المالية بيانات تاريخية تتعلق بالباص. أيضا من حيث السجلات والدفاتر، ألاقي الدفاتر عندي دفتر يومية، دفتر أستاذ، دفاتر أخرى في المحاسبة المالية. لكن محاسبة التكاليف فيها عبارة عن سجلات، سجل المواد الخام، سجل الأجور، سجل المصروفات الصناعية المباشرة الغير المباشر، دي كلها حاجات تتعلق. المحاسبة المالية بتديني ميزانية وحسابات ختامية، أما محاسبة التكاليف بتديني تقارير، بتديني تقارير وقوائم تكاليفية لتحديد وحدة تكلفة المنتج النهائي. لما جينا شفنا إن المحاسب التكاليفي عبارة عن إيه؟ هو شخص طبيعي. شكل ما في محاسب مالي في المحاسبة المالية، عندي محاسب التكاليف في محاسب تكاليف، هو شخص طبيعي ذو خبرة وذو مؤهلات علمية، خريج كلية التجارة من أقسام المحاسبة، وله خبرة علمية وعملية، وبيبقى له قدرة على إنه يواجه ويحل كافة المشاكل التي تقابله من حيث الجانب التكاليفي في الوحدة المحاسبية أو في المنشأة. يتصف باحترام الذات، يتصف بأنه لا يفشي أسرار المنشأة، يتصف بالنزاهة، يتصف بالكرامة، أنه يكون شخصية قوية، له صفات، يتصف بالموضوعية، دي كلها صفات تتعلق بمحاسب التكاليف. وموقعه هقول لك موقع محاسب التكاليف فين؟ في الهيكل التنظيمي او في المنشأة.
بيبقى محاسب التكاليف تابع للمدير المالي، والمدير المالي تابع لرئيس الشؤون المالية، ورئيس الشؤون المالية بيبقى تابع لمجلس الإدارة اللي فيه رئيس مجلس الإدارة والعدل المنتدى. أيضا من الحاجات اللي احنا عاوزين نتعرض بها اللي هي معايير محاسبة التكاليف. معايير محاسبة التكاليف عندنا في صفحة 37، أول في صفحة 32 اللي هي معايير ومبادئ محاسبة التكاليف في صفحة 32 اللي هي أول حاجة معيار التوحيد، ومعيار الحيادية والاستقلال، ومعيار القابلية للمقارنة. يعني لو عندي إن مفاهيم التكاليف كلها متناسقة وكلها متشابهة، ليس يوجد فيها اختلاف بين الشركات الصناعية الهادفة الربح أو اللي هي بتبقى تحقق أرباح في نهاية السنة. أيضا الحيادية، إن يجب أن يكون محاسب التكاليف يتصل بالحيادية والاستقلالية والنزاهة الكاملة. لا، وآخر نقطة بنقول عليها بعد التوحيد والحيادية والاستقلال والقابلية للمقارنة، بنقول الاتصال، يعني يكون له علاقة قوية وبالشركة بتاعته ويفهم الهيكل التنظيمي وموقعه ودوره. يبقى احنا قلنا برضك من ضمن الحاجات اللي موجودة عندنا في الكتاب صفحة 38، الكفاءة الشخصية، السرية التامة، الكرامة الذاتية، الموضوعية، دي كلها صفات أساسية لمحاسب التكاليف. آخر نقطة عاوزين نعرف في هذا الفصل علاقة محاسبة التكاليف، علاقة محاسبة التكاليف ببيئة الإنتاج الحديث. ببيئة الإنتاج الحديث بترتكز على هذا. أنا عندي اللي هو عندي حاجة اسمها أدوات إدارة التكلفة، أدوات إدارة التكلفة، أدوات إدارة التكلفة اللي هي الكوست مانجمنت تولز اللي هي بنقول عليها أدوات إدارة التكلفة. أدوات إدارة التكلفة لما أجي أشوفها اللي هي الكوست مانجمنت تولز بتتكون من المفاهيم البيئية الحديث، المفاهيم البيئية الحديث، وبنيجي بنشوف الجزء الثاني اللي هو بنقول عليه الأساليب البيئية الحديث، الأساليب البيئية الحديث، الأساليب البيئية الحديث. خد بالك دي اللي هي المفاهيم بنقول عليها ايه، كونسبتس اللي هي المفاهيم. المال الاساليب بنقول ايه، تكنيكس اللي هي الاساليب، والمفاهيم البيئية الحديث دي اللي هي العنصرين اللي بيكونوا ادوات ادارة التكلفة اللي هي بتعتمد، او محاسبة التكاليف بتعتمد على ادوات ادارة التكلفة اللي هي بتنقسم الى الكونسبت والتكنيك. لما نيجي نشوف، اكتب معايا اهم المفاهيم البيئية الحديث. اول مفهوم اللي هو بنقول عليه مفهوم تحليل القيم، الفاليو اناليسيس، مفهوم تحليل القيم. مفهوم تحليل القيمة ينقسم الى الفاليو شين، مفهوم سلسلة القيمة، ومفهوم هندسة القيم. يبقى مفهوم سلسلة القيمة اللي هي الفاليو شين، ومفهوم هندسة القيمة اللي هي الفاليو انجينيرينج. بعد كده مفهوم دورة حياة المنتج اللي هو البرودكت لايف سايكل، البرودكت لايف سايكل اللي هي البي ال سي، البرودكت لايف سايكل. والبرودكت لايف سايكل يجب ان احنا نعرف حاجتين اتنين عليهم، ان انا اعرف البرودكت لايف سايكل تايمنج والبرودكت لايف سايكل كوست. يبقى عندي البرودكت لايف سايكل تايمنج او تايم اللي هو بنقول عليه زمن او طول دورة حياة المنتج.
المولودابتي لايف تايمينج. المرة المولودابتي لايف سايكل بنقول عليه ايه؟ تكلفة برد حتى المنت. البرودكت لايف سايكل كوست اللي هو بنقول عليه تكلفه دوره حياه المنتج. يبقى عندي دوره حياه اي منتج بيبقى ماده خام تحول الى منتج نهائي له زمن تايم ولو ايه ولو كوست ولو تكلفه. بنقول عليه البرودكت لايف تايم والبرودكت لايف سايكل اللي هو كوست. البرودكت لايف سايكل كوست اللي هي ايه؟ التكلفه. لما نيجي نشوف اللي هي الاساليب البيئيه الحديثه، اكتب معايا اول اسلوب بنسميه نظام تحديد التكلفه على اساس النشاط. نظام تحديد التكلفه على اساس النشاط اللي هو بنقول عليه نظام الاي بي سي، ودي هناخدها بتوسع في السنوات القادمه ان شاء الله. تاني نظام بنقول نظام جاست ان تايم الجي اي تي، نظام تقنين ضبط الوقت. يبقى اسلوب تحديد، نظام تحديد تكلفة، نظام تكلفة تحديد، نظام الاكتيفيتي بيز كوست اللي هو نظام تحديد التكلفة على اساس النشاط، ونظام بنقول عليه نظام تقنين ضبط الوقت. يبقى ضبط الوقت اللي هو الجاست ان تايم، نظام تقنين ضبط الوقت الجي اي تي. المال الاي بي سي نظام تحديد تكلفة النشاط. بعد كده كمان مفهوم من ضمن المفاهيم اللي عندي، من ضمن المفاهيم اللي عندي انا عندي كمان بقول التوتال كواليتي مانجمنت اللي هي بنقول اسلوب ادارة الجودة الشاملة. التوتال كواليتي مانجمنت اسلوب ادارة الجودة الشاملة. في كمان اللي هو التارجت كوست، التارجت كوست اللي هو بنقول عليه اسلوب التكلفة المستهدفة. التارجت كوست اسلوب التكلفة المستهدفة. بنقول برضك اسلوب التحليل الاستراتيجي للتكلفة، بنقول اسلوب استراتيجي كوست اناليسيس الاس سي اي كابتل، استراتيجي كوست اناليسيس اللي هو اسلوب بنسميه اسلوب تحليل، التحليل الاستراتيجي الاستراتيجي للتكلفة. بنقول عليه اسلوب التحليل الاستراتيجي للتكلفة. كده يبقى احنا قلنا لكم عندكم سؤال في التطبيقات هتحلوها في كراسة التطبيقات على الفصل اللي هو بنقول عليه الفصل الأول. لما نيجي بعد كده ناخد الفصل الثاني، لما نيجي ناخد مع بعض الفصل الثاني بنيجي نشوف مع بعض برضك العناصر الرئيسية بتاع الفصل الثاني. عناصر الفصل الثاني اللي هو هنكتب طبعا العناصر بتاعته ونقول البيانات اللي احنا عاوزينها في هذا الفصل. الفصل الثاني اللي هو في صفحة في صفحة 41، في صفحة 41 وصفحة 42 اللي هو عنوانه ايه؟ قياس. نكتب مع بعض. يبقى اذا هنقول الفصل الثاني، الفصل الثاني بعنوان اللي هو بيقول قياس تكلفة اقتناء عناصر عوامل الإنتاج محاسبيا وتكاليفيا. يعني عاوز أقيس تكلفة اقتناء أي عنصر من عوامل الإنتاج محاسبيا وتكاليفيا. نيجي نشوف العناصر بتاعة المحاضرة اللي احنا هنشتغل عليها. نيجي نكتب مع بعض كده أول حاجة. يبقى إذا الأهداف التعليمية لهذا الفصل، إيه الأهداف التعليمية لهذا الفصل؟ يبقى أول حاجة نكتب مع بعض نمرة واحد بنقول مفهوم أو تعريف تكلفة
عاوزين نكتب فيها اللي هي بنقول فيها اللي هي معالجة الخاص التجاري والنقدي في خصم تجاري وخصم نقدي اللي احنا خدناه في الترم الاول في المحاسبة المالية. نمرة بعد كده ثلاثة عاوزين نعرف مصروفات او بالقوسين تكاليف الشراء لما اجي اشتري مادة خام من اي مورد ايه مصاريف الشراء. نمرة اربعة اللي هي عاوزين نعرف فيها اللي هي معالجة تكاليف معالجة فصل تكاليف الصفقات المركبة. في صفقة بتبقى مركبة عشان نديها مثال كده شكل ايه. عندي مبنى، المبنى دي مبنى ايه؟ مش مبنى على الهواء او مبنى على المية، يبقى في ايه؟ الارض. يبقى عندي المبنى، المنشأ او العمارة، يبقى المبنى دي عبارة عن ايه؟ مباني زائد ارض صالحة للبناء، يبقى اصلين اتنين. ازاي افصل قيمة الارض عن قيمة المبنى؟ يبقى دي اصل ودي اصل اخر ودي اصل اخر. ازاي افصل الاصل دي من الاصل ده لو انهم هما اصلين بيعتبروا بمثابة الصفقات المركبة؟ ايضا عاوزين نشوف بعد كده النقط اللي هي بعد هذا. احنا هنيجي نشوف النقط دي وعندنا امثلة على معالجة تكاليف الصفقات المركبة. في عندك مثال في صفحة 58 59، المثال ده واضح ومحلول، اقراه وافهم. وفي السكاشن هنديكم تمارين، السادة المعيدين هيديكم تمارين على كيفية الفصل بين الصفقات المركبة. نيجي بقى نشرح النقط من بداية هذا الفصل. أول حاجة لما نيجي نقول قياس تكلفة اقتناء عناصر عوامل الإنتاج، إحنا لما نيجي لابد أفرق بين ثلاث حاجات اللي هي عملية التقدير، هذه واحدة، وعملية القياس يبقى ستيتمنت وميجرمنت، وعملية التقييم الايفاليوشن يبقى ستيتمنت وميجرمنت وايفاليوشن. عملية التقدير اكتب معايا، عملية التقدير هي ايه؟ هي عبارة عن عملية التنبؤ بالحدث، عملية التنبؤ بالحدث الذي سوف يحدث فيما بعد وبحدد له ايه؟ قيمة. يعني مثلا اجي اقول لك عملية التقدير، انا عندي مثلا فدان من الاراضي الزراعية، في محصول ولكن في محصول اللي هي البرتقال. هنقول والله الفدان ده هيديني مثلا حوالي 10 طن من البرتقال، او هيديني 15، او هيديني اقل او اكتر. دي عملية تقدير، هي عبارة عن عملية التنبؤ بالحدث الذي سوف يحدث خلال الفترة المستقبلية. طيب القياس هو تحديد قيمة للشيء المطلوب قياسه، يعني أنا لما أجي أصحح على مادة التكاليف واديت طالب جبت لك سؤالين أو ثلاثة اديتك درجة 90 على 100 في مادة التكاليف، يبقى كده قياس، دي قياس. طب اديت طالب تاني 70 على 100 دي قياس، اديت طالب 30 على 100 دي قياس. تحديد قيمة للشيء المطلوب قياس. طيب اللي هي ايه؟ ميجرمنت. المرة التقييم، التقييم هو الترجمة الحقيقية لعملية القياس، طب تعالى كده، احنا قلنا في طالب خد 90 على 100، يبقى اذا الجهاز او الدكتور يدوي او كمبيوتر هيديله امتياز 90 على 100 امتياز. طب الطالب اللي جاب 80 على 100 هيجي يديله جيد جدا،
يبقى 80 على 100 جيد جدا، هي الترجمة الحقيقية لل 80. طيب امتياز هي الترجمة الحقيقية لعملية 90 على 100. طيب الطالب اللي جايب 30 على 100 يبقى إذا هنديله ضاد جيم، يبقى هو ضعيف جدا، يبقى هي ضعيف جدا هي الترجمة الحقيقية لدرجة 30 على 100. يبقى إذا التقييم هو الترجمة الحقيقية لعملية القياس. يبقى لما أجي أشوف عناصر إنتاج، عناصر الإنتاج عندي عناصر الإنتاج قد تكون عناصر إنتاج من آلة، عناصر إنتاج من ريح أرض زراعية، قد يكون عناصر إنتاج من رأس مال بيدينا أرباح وهكذا. يبقى إذا بنقول هنا لما نيجي نتكلم على تكلفة الاقتناء، تكلفة الاقتناء يجب أن يكون فيها مقابل نقدي، المقابل النقدي أدي وحده، يجب أن يكون تم شراء أي عنصر من عوامل الإنتاج في ظل الظروف العادية اللي هي خالية من ظروف الشطر اللي هي الأسعار تبقى عالية أو منخفضة قوي. أيضا هيكون هذا الأصل أو أي عنصر من عناصر إنتاج بالصورة الملائمة. رابع حاجة أن يكون في المكان المناسب. إذا دي بنقول عليها عناصر قياس تكلفة الاقتناء. يبقى لابد يبقى فيه مقابل نقدي. تاني حاجة يجب أن يتم الشراء في ظل الظروف العادية. تالت حاجة يجب أن يكون هذا المنتج في الصورة الملائمة والشكل الملائم، يجب أن يكون في المكان المناسب اللي هو خالي من عوامل التعرية وخلاف. لما نيجي بعد كده نيجي نشوف او نعرف الخصم التجاري والخصم النقدي. طبعا الخصم التجاري، الخصم التجاري ان هو بيظهر في الفاتورة، بيظهر في الفاتورة. يبقى الخصم التجاري اللي هو قيمة التخفيض، الخصم التجاري هو ايه؟ قيمة التخفيض الذي يمنحه البائع للمشتري، يبقى خصم تجاري. يبقى بقول انا جبت بضاعة ب10,000 جنيه، هديك خصم تجاري مثلا 10%، بقول 10,000 في 10 على 100 يديني ايه؟ قيمة الخصم اللي هو عندي اللي هو يديني ايه؟ 100 جنيه. يبقى 10,000 في 10 على 100 يديني هنا اللي هو 100 جنيه مثلا. لما نيجي نقول الخصم النقدي اللي هو بنقول عليه خصم تعجيل الدفع، خصم تعجيل الدفع. الخصم النقدي قد يكون خصم بنقول عليه خصم مكتسب بيبقى دائم بيظهر في الارباح والخسائر، وقد يكون خصم مسموح به بيظهر في الارباح والخسائر في الجانب المدين. خصم مكتسب بيظهر في الجانب الدائم كإيرادات، دي الخصم النقدي اللي بنقول عليه خصم تعجيل الدفع. بمعنى ان العميل بدل ما يسدد لي بعد شهر، لا هيسدد لي بعد اسبوع، بديله خصم تجاري. علاوه كمان بديله خصم كمان فوق الخصم التجاري، بديله خصم اللي هو الخصم النقدي او خصم تعجيل الدفع. لما نيجي نتكلم على مصروفات الشراء، ودي مهم، مصروفات الشراء لما نيجي نتكلم عنها لابد اعرف ان مصروفات الشراء هي عباره عن القيمة التي بتدفع فوق ثمن الشراء. يعني إذا لما أقول تكلفة المواد الخام، لما أجي أقول لك تكلفة المواد الخام، تكلفة المواد الخام بتساوي إيه؟ ثمن الشراء، شراء المادة الخام زائد إيه؟ زائد مصاريف الاقتناء اللي هي بنقول عليها مصروفات، بين قوسين مصروفات الشراء او تكاليف الشراء. طيب لما نيجي نشوف مصروفات الشراء، اول حاجه بنقول عموله الشراء، ادي اول ايه حاجه الف عموله الشراء. بعد كده ب بنقول الرسوم الجمركيه، الرسوم الجمركيه. بعد كده بنقول ثالث حاجه بوانس او مصاريف بوانس التامين والشحن، مصاريف او بوانس التامين والشحن. نمرة 4 بعد عمولة الشراء والرسوم الجمركية،
ومصاريف التأمين والشحن، بنقول كمان من ضمن هذه المصاريف اللي هي بنقول عليه يبقى العمولة، عمولة الشراء، الرسوم اللي هي بنقول عليها مصاريف نقل المشتريات، مصاريف نقل المشتريات إذا كان نقل داخلي أو خارجي، على سيارات، على تريلات، على باصات، يبقى نستغني عمولة الشراء، الرسوم الجمركية، مصاريف التأمين والشحن وبراس التأمين، مصاريف نقل المشتريات اللي هي هنقلها من الداخل أو الخارج. يبقى إذا مصاريف الاقتناء أو مصروفات الشراء بتحتوي على أربع حاجات اللي إحنا ذكرناها. لما نيجي نشوف بعد كده إزاي أعالج تكافيا اللي هي الصفقات المركبة، هنيجي نعرف الأول كلمة الصفقات المركبة اللي أنا لما جيت عرضتها كلمت عنها ببساطة. هنيجي نشوف عملية الفصل بين الصفقات المركبة. يبقى آخر حاجة اللي هي بنقول الصفقات المركبة، الصفقات المركبة يعني أنا لو قلت عندي الأرض زائد المبنى اللي مبنى عليه، يبقى اللي هو ألف وب، عندي حدثين اثنين أو عنصرين اثنين من عناصر الإنتاج، الصفقات المركبة، يبقى كيفية الفصل بين، كيفية الفصل بين الصفقات المركبة، إزاي أفصل بين الأراضي والمباني. يبقى عندي هناك، أقول له كده، هناك ثلاث طرق رئيسية لعملية الفصل بين الصفقات، بين الصفقات المركبة، بين الصفقات المركبة. أول حاجة بنسميها اللي هي إيه؟ الطريقة الإضافية، الطريقة الإضافية. بعد كده بقى بنسميها طريقة قيم شبلي، طريقة قيم شبلي. بعد كده كده بنقول اللي هي طريقة التكلفة البديلة، طريقة التكلفة البديلة، طريقة التكلفة البديلة. يبقى في ثلاث طرق بفصل بين الصفقات المركبة لما يبقى عندي أصلين موجودين مع بعض، ازاي افصل بين دي ودي. الطريقة الإضافية بتقول لي والله هتقول إن الحدث ألف زمنيا حدث رقم واحد، وبعدين تطرح تكلفته من التكلفة الإجمالية. افرض عندي الحدث ألف 5000 جنيه والحدث ب 4000 جنيه، هما تكلفتهم الإجمالية الاثنين 9000 جنيه، 9000 جنيه. يبقى لو قلت إن الحدث لو جبت هنا تكلفتهم كده، ولكن بيقول لي لما آجي أنا اشتريتهم مع بعض اشتريتهم بـ 8000 جنيه، يعني هما هنا منفرد ب 5000، لو اشتريها منفردة اشتريها ب 5000، طب وهي لو اشتري بيت منفردة ب 4000، طب لو اتنين مع بعض، لو اشتري اتنين مع بعض يبقى ب 8000، يبقى يديني تخفيض 1000. طب لما اقول ان ايه، انا هشتري الف الاول، هشتري الف الاول، يبقى اذا هقول له يبقى ثمن شراء الالف الف بتساوي كام؟ 5000 جنيه اللي هي موجود. طيب ثمن الآلة ب اهي هيبقى ايه؟ مش 4000 جنيه، لا، هقول له اللي هو 8000 جنيه ناقص 5000 جنيه يديني الفرق 3000 جنيه. يبقى اذا قيمة الآلة ألف ب 5000 جنيه وقيمة الآلة ب 3000 جنيه، يبقى اللي استفادت بقيمة التخفيض أو قيمة الإسكاون اللي هو الخاص الآلة ب بالألف الوحيدة، ودي طريقة قال لك فيها عيوب. طب أنا لو قلت أنا هشتري الآلة اللي هي ب، يبقى هقول له الآلة ب بتساوي 4000 جنيه، إذا الآلة ألف
هتساوي 8000 جنيه ناقص 5000 جنيه، تبقى الآلة ب، تبقى الآلة ألف 3000 جنيه بس. يبقى إذا اللي استفاد بعملية الخصم هي الآلة ألف، دي تعتمد على إيه؟ الفكرة ترتيب الأحداث اللي هو ألف وب اللي هو الأصل بتاع الأراضي والمباني زمنية، دي طريق شبلي بتعتمد على إيه؟ طريق شبلي بتعتمد على القيمة المتوسطة، القيمة المتوسطة لكل من ألف وب. يعني بيقول لك التخفيض كام؟ ألف. يبقى إذا الآلة اللي هي بخمس تلاف أخليها تبقى بأربعة وخمسمية اللي هي ألف. طب والآلة ب اللي هي بأربعة تلاف تبقى بتلات تلاف وخمسمية. يبقى وزعني الخصم أو الديسكاونت على الآلة ألف وب كل واحدة خمسمية وخمسمية، يعني القيمة المتوسطة لكل من الآلتين. الطريقة الثانية اللي هي طريقة التكلفة البديلة، إن هي قالت الطريقة الأولى والثانية طريقة خاطئة أو طريقة فيها عيوب، أنا هستخدم التكلفة البديلة، هشوف أنا المنشأة محتاجة أنا ألف، ودي اللي هي تاخد الوفر، هل محتاجة ألف؟ تاخد الوفر في ألف، ولا محتاجة الآلة ب؟ إن هي تاخد الوفر في الآلة ب، وبعدين أبقى آخد الآلة اللي هي ألف. دي اللي هي طريقة اللي هي التكلفة البديلة. كده يبقى احنا تناولنا الفصل الاول بالكامل والفصل الثاني بالكامل في تمارين احنا ان شاء الله في المحاضرة القادمة اللي هي رقم 3 اللي هي هتبقى الاسبوع القادم يوم الاربعاء، هتبقى فيس تو فيس. اتمنى انني اراكم جميعا في صحة وعافية، وأتمنى لكم مستقبل باهر بإذن الله، وأتمنى لكم في نهاية الترم تفوق باهر وتقدير باهر، وإن مادة سهلة وبسيطة، وإن شاء الله إحنا مع بعض، ومكتبي مفتوح في أي وقت تيجي تسألني في أي استفسار أنا أخدمك بأي وسيلة. والسادة المعيدين إن شاء الله فيما بعد هيبدأوا السكاشن ويداكم تمارين ويساعدوكم بقدر الإمكان، وربنا يوفقكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.